ايه هو الحب؟ في اجابات كتيره جدا، تقريبا الاجابات كتيره كان في اغلفه والحب هو اللي بين. الحب هو حلم، مفيش حاجه احلى من الصحيان مع بعض، انكم تفتحوا عينيكم تحضنوهم. او يا ربي، او واو، في حد بدل حبيبه قلبك. جايز اكون بشوف حاجات مش اكتر. اوه يا كده احسن، فيو حبيبه قلبي موجوده هنا. دي زي المره اللي فاتت بالظبط. مش المفروض نشوف افلام رعب قبل النوم؟ في المره الجايه انا هتفرج على كوميديا. خليكي نايمه يا حبيبتي. ايوه ده اكيد هي، علشان اتاكد بس. الحب بيتاخر احسن من انه ما يجيش. حبيبي انا هكون هنا حالا، استنى دقيقه. انتظرها حاجه لطيفه، ده وقت اضافي علشان افكر فيها. هي ليه تأخرت كده قوي؟ احنا هنتأخر على المطعم. ظهري وجعني، انا محتاجة افرج جسمي. انتي محتاجة وقت قد ايه علشان تجهزي؟ بتحتاج ساعات او جايز حتى سنين، واحتمال انك تعجز وانت مستني. انتي فين؟ يلا بسرعة. اوه اسفة ان انا اتأخرت شوية، يلا بينا. اوه يلا، انت بقيت بتشتكي زي راجل عجوز. الحب هو انك تخليه يتعود على الاكل الصحي. طيب افتكر ان التمن واضح، اكل السريع اللي بحبه ده مش صحي لكنه لذيذ. اوه يا برجر. اوه انا كنت مستنيك. اوه حقيقي مع البروكلي والجزر. خدمة الدليفري دي فوضى جدا، انا هعمل الاب ده نجمة واحدة، انا مش هقدر اكل ده. طيب جاز شوية بطاطس مقلية هتخليني سعيد. النوع ده شكله غريب شوية. ده تفاح. اوه كفاية انا لسه برضو جعان. افتكر انه عارف مين المسؤول عن ده. حبيبتي انت اللي عملتي ده، زي مجرم حقيقي. هي بتنكر كل حاجة. ممكن تاكليه، انت بتحب الخضار، ممكن تجيبيلي شوية اكل طبيعي لو سمحتي. هي فعلا جايبة حاجة لذيذة، بيض مقلي وبطاطس. هو لا دي كدبة، ده صفار وخوخة بدل البيض وشرايح تفاح بدل البطاطس. كلي انتي نوع الأكل ده بنفسك، وبعدين هي بتحبه، هي بتستمتع بوجبتها. المهمة فشلت، هو مش عايز ياكل أكل صحي مرة تانية. الحب هو انكم توافقوا تدفنوا الماضي، انكم تتفرجوا على ألبوم في صور طفولتكم بيبقى نوستالجيا، وهي مستعدة انها تشاركك. ده لطيف جدا، انا ممكن ابص للغمازات على خدوده للأبد. اوكي بس مين ده؟ ازاي مش قادر تفتكر؟ انت ماسك ايديها زي اتنين مرتبطين. هي دي حبك الأول؟ اعترف مين أحسن، أنا ولا هي؟ طيب أدينا هو خناقة فجأة، وإنت كنت عايز بس تتفرج على الصور القديمة. لا ده مش هينفع، هو لازم يهديها. هي شايلة كيس ضخم. أوه لا هي بتدفن حاجة، ولا ده حد؟ هدي أعصابك، هو هنا فعلا وفي الوقت المناسب. حبيبتي دي مش مشكلة كبيرة، أنا مش زعلانة منك، إحنا بس لازم ندفن الماضي المظلم. إيه رأيك في كل صحباتك البنات اللي فاتوا يفضلوا في الماضي؟ أوكي؟ طيب أنا ما أقدرش أقول لأ، يلا ندفنهم. إنتي قصدك الصور القديمة صح؟ وبس، ولا هي قصدت جملة ندفن الماضي بشكل حرفي؟ الحب مش إنك تحمليه بالمشاكل قبل النوم. كان يوم صعب، ده وقت النوم، كل اللي لازم يعمله إنه يستناها، وهي وصلت. هي ليه بتحب تتكلم قبل النوم؟ خصوصاً عن موضوعات العالم الحقيقية، لوشن، وحش، صديقة ما بقتش تتصل بيها، متخانقة مع مامتها. أيوة أيوة أنا عارف قصدك يا حبيبتي، لكن أنا عايزة أنام جداً. مدرس شرير، كعب مكسور، قطع في شراباتها، هي فوتت الباص، حياتها ولا حاجة، لكن دراما. أوه أهي بدأت تلعيات. طيب ودينا اهو. حبيبي انت فين؟ افتكر ان انا حملت عليك شويه بمشاكلي، المفروض اننا ننام. بكره اكيد هيبقى يوم احسن.
ما تقلقش بخصوصه. الحب مش إنك تاكلي العشاء لوحدك. إمتى تاني ممكن تاكلي تحلية لذيذة لو ما كانش بالليل؟ ده وقتها اعمليها بس بهدوء جداً علشان هو ما يصحاش ويطلب إنه يشاركك. في كمية قليلة تكفيني، لكن مش هتقدري تخدعي قلب عاشق. أحياناً بطريقة معينة هو بيكتشف دايماً عيدك الليلي المميز. وبس، أنتي محتاجة معلقة؟ لكن أفتكر إنه فهم كل حاجة اتكشفت. طيب، دي حاجة جميلة. ده علشاننا. عشاق الكاندي دول يستحقوا بعض. تحلية صغيرة في وقت الليل بتتحول لوجبة دونة كبيرة. بتحصل، مفيش مشكلة كبيرة، ده نص الليل. الحب الحقيقي مش بيلاحظ الوقت. الحب هو إنكم تتمنوا إن الأوقات الأحلى تيجي. أحسن يوم هو اليوم اللي بيقبض فيه مرتبه. هو بيوصل البيت في دقيقتين. أنا عندي خطط كتيرة لفلوسه. وادي محفظته. أوه لأ، هو كمان هنا. خمني أنهي إيد. وادي فلوسنا. هاي، دلوقتي إحنا هنعيش. يلا نعمل حاجة كبيرة، ها؟ نصك التاني بيدعم كل أمنياتك المجنونة. دول حتى مش بيعدوا الفلوس. طب هيعملوا كده ليه؟ هو بيحقق تقدم، والنهاردة تقدر تستريح. نهر المشروب، مرح، ووهو! الفراغ مش مكلف، ليلة واحدة بس. وما فيش فلوس تاني، إزاي ده؟ هي راحت فين؟ يا ترى هناكل إيه؟ العيش ده ما كانش وحش بالشكل ده، أنا هشاركه معك يا حبيبي. يا ترى استمتعت الليلة اللي فاتت؟ طيب النهاردة مش مسلي خالص. أوه، أسبوعين تانيين لحد ما نوصل للأوقات الحلوة. طيب ده مش وقت طويل قوي. أوكي، ده بخصوص إننا نحب بعض في الأوقات الحلوة والوحشة. الحب هو إنكم تفضلوا في الحب حتى بعد 25 سنة. لشريك روحكم الحياة هي ساحة رقص ضخمة. هما تعلموا فين يتحركوا بالشكل ده؟ إيه الثنائي الرشيق ده؟ شغف كتير جداً وحيوية. مع إيقاع التانجو الوقت بيطير مش بيتلاحظ. رومبا، سالسا، باتشاتا، شكلهم بيحبوها. هما مش قادرين يبعدوا عن بعض. يا ترى إذا كانوا هيفضلوا يحبوا بعض في السن الكبير زي ما بيحبوا بعض دلوقتي؟ طيب على الأقل هما هيفضلوا هايلين زي ما هما في الرقص. نعم. أوه، ظهري وجعني. حبيبي، أنت عملت كده ليه؟ مش المفروض تعمل كده في سنك. أوكي، يلا بينا. أنا هقدم لك فنجان شاي وشوية عسل. هتاخد نفسك وهنبدأ تشا 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 مرة تانية. الحب هو إنك تعرفي ده منه، إنك أجمل واحدة في العالم. حبيبي، ممكن تعذرني ثانية؟ أنا محتاج إن أغسل الميك اب الليل التقيل ده. خدي وقتك يا حبيبة قلبي، أنا هلاقي حاجة أعملها. أنا هقرأ كتاب. طيب هي فين؟ رغم ده لما البنت بتعمل طقوس التجميل بتاعتها الأحسن بلاش تستعجلها. أهي وصلت، عدى 84 سنة. لازم كل الناس يتألقوا بالجمال. أوه، أنتي خضتيني. أنا ما كنتش متوقع أشوفها بالشكل ده. دي هي الحالة اللي بيكون فيها قبل أحسن من بعد. لكن يا ترى ده حاجز للحب؟ هو بيحبها مهما كان حالها، من غير ميك اب وبهالة سودة تحت عينيها وحتى بنضارتها البطيخة الغريبة دي. إيه ده؟ أنتي بتقولي ماسك؟ طيب، هي دي طريقته. الحب هو إنكم تحسوا زي ما تكونوا اتنين أطفال. جميل إنكم تلعبوا مع بعض في الحمام، مش كده؟ مفيش مشكلة كبيرة، ركبي لزقت برا المية، لكن ده إحنا الاتنين بس. بص، إيه البطة الجميلة دي؟ وأنا معايا دونات لذيذة. يامي، إيه رأيك في شوية فوم على وشك؟ أوه أنتي، طيب خدي ده. نم نم، انتي هتتاكلي حالا من الدونات بتاعتي. وتأكدوا انكم نفختوا فوم على بعض، ده ضروري. حتى الاطفال بيبقوا اهدى في الحمام. الحب هو لما يحب انه يتهزم. هي جميلة جدا، انا بس عايز اضرب انفها، لكن لشوية اسباب هي مش بيعجبها. واو، هي غضبانة جدا، هي بدأت ترمي المخدات. اوه، خليها مكانها. وليه البنت المؤدبة دي عنيفة جداً؟
هو اتهزم، لكن ده ما وقفهاش. أنا بستسلم، أنا بستسلم. وادي نتيجة الخناقة. أوه يا دبي، إزاي ده حصل؟ جروح المعركة محتاجة عناية، حطي شوية تلج عليها دلوقتي. حبيبي، أنت شفت حصل إيه لما خلتني أغضب؟ ما تعملهاش تاني أبداً، هو فرحان جداً إنها معاه في الأوقات الصعبة دي. الحب إنك تدلعها. وقت ما هي نايمة، هو بيشتغل في المطبخ. إيه الصبح الجميل ده؟ الفطار في السرير؟ أنت جميل. أنا بحب التفاح. استني، ده مش كل حاجة، هو جاهز حاجة تانية في حالة لو كانت مش بتحب التفاح. طماطم، خس، دوناتس، برجرز. وادي بتوصل الفراخ، لسه خارجة من الفرن، جايز تحبها. انتي عايزة الدوناتس؟ اوكي، استمتعي. اوه لا، افتكر انها اكلت اكتر من مجرد الدوناتس. اوه يا، الفراخ كمان؟ اوه، ده مش هينتهي بشكل كويس. زي ما يكون في حد اكل شوية اكتر من لازم. يبقى بكرة بدل فطار القلوب احنا هنروح نجري. الحب هو انك تقدمي له شويه تلميحات مناسبه. دلوقتي هو الوقت المثالي، هو مسترخي وهادي. حبيبي، الناس دايما بيقولوا اني عندي صوابع رشيقه، انت رايك ايه؟ انا موافق تماما، ده ما ينفعش. طب مره تانيه، يا ترى تفتكري الصباعي بتاع الخاتم ناقصه حاجه؟ حبيبتي، انت جبتي الفكره دي منين؟ صوابعك هايلين. لا، هو ما فهمش. ايه تاني ممكن افكر فيه؟ أنا محتاجة تلميح مباشر. أوكي، في وقت ما هو بيختار هدومه أنا هسيب له رسالة على المراية. أنا هرسم خاتم بحجر زي ده، ده تلميح واضح جدا. أيوة، التيشيرت ده أحسن، هايل. إحنا جاهزين للخروج. إيه؟ هو ما لاحظش أي حاجة؟ أنا مش هستسلم، هزين تفاحة. شكرا يا حبيبتي، أنا كنت لسه بفكر أجيب حاجة كلها. هو ما شافش الخاتم مرة تانية؟ بس كده، أنا هعمل أكتر تلميح مباشر. أي خاتم بيعجبك أكتر؟ الخاتم ده جميل. اطفي الموبايل يا حبيبتي، ما تبوظيش عينيكي. أو الأحسن من ده، كلي تفاحة. أنا تعبت من عمل تلميحات ليك، آدي العلبة. يا ترى عندك أي فكرة فيها إيه؟ أوه، هي دي ليا؟ دي حاجة حلوة جداً. هو أنا ليه لازم أعمل كل حاجة بنفسي؟ هاخد الخاتم وهلبسه في صباعي. اطلب مني اني اتجوزك. انا هقول ايوه، دي بسيطه خالص. اوه حبيبي، ده مفاجئ جدا. طبعا هوافق. انا محتاجه اشارك فرحتي مع صديقه دلوقتي حالا. انا فرحانه جدا انك عرضت عليا الجواز. جواز ايه؟ انت قصدك ايه؟ انا افتكرت انه كان الحب انك تكون جزء من المستقبل المشترك. بيحصل. عرايسنا الجداد المحظوظين هم عدوا بحاجات كتير مع بعض، وعندهم رحلة طويلة يقضوها مع بعض. عجبكم الفيديو بتاعنا عن الحب الحقيقي؟ ايه هو الحب بالنسبة لكم؟ عرفونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا علشان تشوفوا قصص حب جميلة تانية. اضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اكتر سيناريوهات مثيرة من ترون ترون سيلكت.